بنجمع الداتا سيت للأوبجكت ديتكشن. فإذا الأوبجكت ديتكشن هيدا هون بيعمل مربعات، فنحن بدنا ندربه. لحتى ندربه بدنا صور عنه لهيدا الراكون. أنا مش حاخد صور عن الراكون، حاخد صور عن الخضار. ففينا ناخد الصور من وين ما من أي مصدر مناسب إنه ناخده. إذا كنا بدنا ناخده من هون، في عنا فينا نستخدم، إذا في مثلا 20 صورة مضطرين نعمل على كل وحدة رايت كليك سيف أز، سيف إيمج أز. في طرق تانية هلا بالترمينال، يعني بهيدا الترمينال أنا عم استخدم أوبونتو، فبس ما بعرف، حسيت إنه ليميتد، يعني ما أو أنا ما عرفت استعمله. بس ما بعرف كم صورة، 15 صورة بورجيك، يعني مش هالشي التحفة يعني. على كل الأحوال في واحدة من الطرق فينا نستخدم هذا down them all مثلا. بنكبس على هاي، بعدين بنعمل select عليهم وحدة وحدة الصورة بدنا ننزلهم. بيكون مثلا شي 50 100 صورة أو شي هيك بننزلهم. بدنا شي 200 صورة، يعني هون هذا الزلمة لما عمل البروجكت تاعه هون أخذ له شي 200 صورة عن الراكون، عن الراكونات، وأخذهم بإضاءة مختلفة، يمكن ما بعرف ألوان مختلفة أو شي هيك، حتى وحصل على accuracy حلو. يعني 200 صورة عمل، بس انه يمكن جيدين كانوا الصور او شيء هيك ما بعرف. ودربوا على التنسور فلو. نحنا حقيقة ال لازم بالاخر الهدف تاعنا نحصل على فايل من هالنوع، على .tf record. ممكن يكون اسمه train او test او validate او validation. ف دوت تي اف ريكورد، هلا انا اللي حاعمله انه من الصور راح احصل على هيدا تي اف ريكورد. هلا في هون عاملين هن، هو بالاصل فينا نستعمل هيدا الكود اللي هون اسمه كرييت باسكال تي اف ريكورد دوت باي، بس بصراحة انا ما عرفت اعمله ران مظبوط. وهي موجود هيدا بالتنسور فلو، بينتا هيدا بطريقة اوفيشال الى حد ما، ما بعرف. داتا سيت تولز اوبجكت ديتكشن، انا نزلته هالريبوزيتوري هذا نزلته عندي، هو للاوبجكت ديتكشن، وهدفه انه نحول ال كريت باسكال تي اف ريكورد، ايه انه من الباسكال اعمل تي اف ريكورد. الباسكال هو فورمات للصور. الصورة كل صورة حيكون الى هيك مثل مربعات، كل صورة الى مربع. ف وفينا نسجلهم بباسكال فورمات اللي هو اكس ام ال. بالحقيقة هو اكس ام ال كالتالي، مثل هاي مثلا، خلينا نلقي نظرة بس. مثلا انا كان عندي هون، كنت انا عامل وين بركي annotations، كنت مسميه annotations. بهول الانوتيشن هن هول كلياتهم هول باسكال. فخلينا مثلا نفتح لنا شي واحد. فمن باسكال اول شيء من الصورة يعني بدنا نعرف نحط المربع او الريكتانجل، بعدين فينا نسجلها بكذا فورمات مش بس باسكال. بس باسكال بينتو فورمات حلو، وفي عنا كود جاهز لحتى نحول من باسكال ل فهيها. هذا مثلا فولدر موجود بالايمجز الانوتيشن، مثلا هو هذا انوتيشن. فالفولدر موجود بال images. هلا انا ماني شايفه بال images، انا كان عندي annotation zone، كان عندي images هون. فالصورة موجودة كأنها هون يمكن، اوكي ايه هيك افضل، انه موجودة هي بفولدر اسمه هيك مزبوط، موجودة مثلا بفولدر اسمه images، اسمها للصورة 020.bmp. داتابيز مش كل شيء انا يعني عامله بشكل سايز، حجم الصورة 640 480، دبث 3 لانه يمكن 3 الوان RGB. سيجمنتد سيجمنتيشن ما عملته هذا، بس اوبجكت ديتكشن هيك شوي بسيط. هذا اسم التاج، كل ريكتانجل عنده تاج، هذا اسم التاج يوسف فيس. هلا نحن هالانوتيشن ما حنعمله بايدنا، بالاخص انه حنتلبك بهول بالزوايا، هني زاويتين للريكتانجل تاعنا. ففي عنا تول، هيدي التول موجود هون اسمه ليبل ام اي ام جي، ليبل ايمج. هو لحاله سهل كتير، هو لحاله بيساعدنا لنعمل ال
اوكي شو بدنا فيه هيدا الزلمة؟ خلينا نعمل open directory. ف خلينا نحط تنسر فلو. لا وين بدنا هلا هون اول شي بدنا نحدد الفولدر اللي بقلبه الصور تاعونا، افتكر هو بالايمجز كمان. هلا انا غيرت وحطيت خمس صور، لازم يكون شي 200 صورة يعني، واكتر من هيك كمان لازم يكون مثلا اسمه انه كلهم محطوطين بفولدر خاص للترين، هيك بيكون افضل وافضل. تحت الترين مثلا شي 150 صورة، وتحت التست شي 50 صورة، وتحت الفاليديت ما بعرف قديش وهيك. فهيك خلينا نحدد شغلة شغلة. بدنا نحدد ال اوكي هي هون الصور. هلا هيدا البرنامج مش موجود عند الكل، فلحتى ننزله خلينا نشوف كيف فينا. هلا هي رح سكرها. هلا اوقات بيكون في عنا مش بس مربع واحد، بيكون في عنا مربعين مثلا. اوكي بيكون في عنا شي مربعين او شي هيك، فكل مربع عنده تاج. إذا في مربع تاني حيكون تحت هذا، بيكون في شي بيشبهه مثلا هيك، بفتكر هيك شي. طبعا خلينا هيدا نلف شوي لقدام يطلع أحلى. هون حيكون مثلا يوسف مثلا هاند. أوكي وهون طبعا بيكون مكان المربع وين هو بالضبط، عكس الأحمر. محيينين الموضوع، أنا بدي محيهم كلهم هول لأنه بدي أعمل لهم جنريشن كلهم سوا. فإذا هاي الانوتيشنز هو كلياتهم بدي محيهم. انوتيشنز ايمجز. فإذا هول هن الصور تاعونا، انا اخذتهم من جوجل مثل ما عرفنا. اوكي لا كان بدي اقول انه كيف فينا ننزله هذا البروجرام. فهذا الليبل ايمج حقيقة لازم يكون how to configure computation archive Caltech. لا هول داتا سيت Caltech، وانا ما كتير استفدت من يعني ما عملية سهلة واحد يلاقي الداتا سيت هيك المناسبين. هيدي السوكر داتا اوكي عن الفوتبول، في شوية داتا ساتس يعني اللي بيفتش بيلاقي، بس انه ما بعرف واحد هو بده يتكل شوي على جدارته. اندريا سوكر شو بدنا فيه، هيدا سي في داتا سات، سي في بيبرز كمان ما بدي. 24 best image annotation tools هلا قربنا للي بدي. فاذا تقريبا بركي هون حاطين هم انه كيف فينا هون الاي ايمج ليبل ايمج اسمه الابلكيشن هيدا. هاي حقيقة هو بايثون سكريبت يعني، بس هو بتعمله ران. ف وين الليبل ايمج لازم يكونوا حاطينه. ايه فعلا هلا حنشوف كيف فينا نستعمل نفس هالطريقة هاي تقريبا. اوكي هي الليبل ايمج از وان اوف ذا اوبن سورس ايمج كذا كذا، هات نفتحه. ما انا عجبني فهذا الجيت هاب عكل احوال. هلا ما بفتكر ما بدنا كل هول لحتى ننزله، اعتقد هيدا وحده كافي، قد يكون هيك. ما بعرف حتى نشوف انا كيف عملته. داتا سيت لا images other شو بدنا فيها الزلمة هيدا AI الكود، هات نشوف الكود وين حاطينه.
لا الكود رجعنا بيناه فينا نشوفه هون بالضبط، لانه هون انا عامل لوران. هي عامل لوران وحاطه بسايت باكجز، يعني الظاهر انا منزله بشي طريقة سي دي ليبل ايمج بايثون ليبل ايمج دوت باي بايثون ليبل ايمج بايثون ليبل ايمج فيرجن. كيف بننزله هيدا؟ FTP pub neural ايوه بالظبط. خلص خلينا اهون طريقة هي pip install label image. ما في احلى من البيب. requirement already satisfied. بعدين بدنا نروح وين نحن نزلناه. اذا بتحط هيك بايثون ما يمشي الحال، بدك تروح محل ما انت نزلته. فانا نزلته بدك تروح مثلا سايت باكج، تروح على السايت باكجز وقلعه من هناك. هو بالاخر سكريبت موجود هون بشي محل، اوكي بده يكون موجود هون ليبل ايمجز بالقلب ببين ام ان ال ال ام ليبل ايمج. هي فاذا بس تروح على السايت باكج، كمان فوت على الفولدر، بعدين ساعتها ما في هيك ما يمشي الحال، لا بدك تكتبوس بايثون ليبل ايمج دوت باي رح يقلع. فانا هون الظاهر قلعته ورجعت سكرته ورجعت قلعته وبعده لحد هلا مقلع. اوكي بكل بساطة بقى هيدي هي الطريقة. هلا صار فينا نسكر على هاي ونسكر هاي كمان. كيف شو هي الطريقة؟ أول شي بالفيو خلي الأوتو سيف مود. ليه؟ لأنه بتسهل عليك شوي إذا أنت بدك تكبس، بس تخلص ليبل تكبس دغري نكست إيمج بقوم دغري بيعمل لك إياه، بقوم دغري بسيف يعني. فإذا نحنا فتحنا على الدايركتوري، حدد كمان بدك تحدد ال change save directory. save directory هو ال annotations. فأنت بيكون عندك اثنين فولدرز، واحد اسمه images هي اللي انت فتحنا عليها قبل شوي، واحد اسمه annotations. هلا شو عارفين خلي ال annotations فاضي، هو حياخد نفس الاسم له بس بيعمله دوت xml بدل ما يكون دوت bmp او دوت png او شيء. هي هون هول الخمس صور هي عاملهم ريفرين هو لحاله عارفين. في عنده اختار اي وحدة كانت، نبلش وحدة وحدة. انا بهمني والله الكاروت هيدي، ما بعرف وين الكاروت اذا هيدي هي او لا، انا ما بعرف ماني شايفها كاروت. خلينا نروح على next image. هيدي بنانا، معقولة هي بنانا؟ لا. طيب هون في كاروت وهون في كاروت وهون في كاروت وهون في كاروت. الصور هلا ما منيح انا يعني برأيي، بس واحد لحتى يعلم. اذا انت بدك تتعلم شو الكاروت مش واضحة فما بالك بالكمبيوتر. فليفلة الحمراء مثلا، بندورة تشبه الفليفلة، فليفلة الحمراء. في عنا فليفلة حمراء، الفليفلة بشكل عام بنقله تعال نعمل وحدة صفراء وحدة حمراء. يلا فإذا حنعمل لحتى أعلم هيدا بدي أقله create rect box أو بكبس على حرف ال W وبكل بساطة بعلم. فإذا هيدا حتكون يلو، هيدا حيكون اسمها يلو بيبر، يلو بيبر. قالوا اوكي. او حنعمل بركي كاروت كمان، خلينا نحط كاروت. يلا هاي اتنين. هلا بس تكبس على next image دغري هو حيسجل المعلومات ودغري حيعمل لي XML file حامل نفس الاسم هون بال تنسر فلو بالانوتيشنز. هيا اندكس 4 خلينا نفتحه، حيكون في بقلبه اثنين ليبلز مع اماكنهم، يعني مع كل ليبل كل ريكتانجل بحدد فيه اي هو. ففعلا هيدا اللي صار يلو بيبر.
او اذا في شوية تفاصيل انا ما بعرفها شو هي، بس انا ترانكيتد زيرو، منو ترانكيتد، هذا ترانكيتد، ما بعرف، difficult ما بعرف يعني، بوز ما بعرف انه بالوجه ولا بارم وجهه ولا هيك ما بعرف، النيم هذا اللي انا بعرفه انه ال طيب بركي بنتعلم وبتعلمونا كمان. فاذا يا جماعة خلينا نعمل بعد هون كارت مرة تانية، اذا في عنا يلو بيبر بركي بنحطها كمان، هيدا كارت وهتا نحط يلو بيبر، ما بعرف هيدا يلو بيبر مبين، هيدي يلو بيبر ما بعرف اذا هي يلو بيبر او لا، ماني متأكد بلاها، هيدي يلو بيبر، شايف لي الصفرة، هيدي يلو بيبر شايف لي الصفرة. خلينا نروح على النكست ايمج، عنا كارت، هيدي الكارت. هلا طبعا هون هيدي مشكلة المربعات انه ما انا ضيقة، بالاخص بهيك نوع من الرسمات ما لنا شغلة منيحة. ف كمان ما بعرف اذا بيقبل اثنين على، ما بفتكر حيقبل كارت كارت، ما بعرف اذا حيسويها او لا. والله بيقبل، هلا بنشوفها. هيدا شو اسمه، هيدا اخر واحد، نشوف بس شو اسم الملف، اسمه اندكس، هذا اندكس، هذه اول صورة كان لازم تكون. طيب نروح على next image حتى يسجل previews previews previews، نشوف شو بدنا نسجل. هون عنا هذا الكارت او بس، نروح على previews بعد، اوكي هذه هي مهمة، هذه اليالو بابر، فإذا هيدي يلو بيبر و قلنا كارت، ما في كارت، ما بعرف هاك الأحوال. كمان رح نسجل كمان نكست ايمج، هيك سجلنا كل شيء. على صراحة فينا نسكره هذا، ما لنا شغل فيه. لا حلو، في واحد يزيحها كل شيء اللي عم بده اياه، بس ما لنا مشكلة هاي، انه اذا بده يعدل ابلكيشن سهل كتير وحلو كتير. هذا بيطلع لك اياهم بباسكال فورمات، هو كلهم باسكال. قلنا هون استعملنا الكارت مرتين على، ما بعرف يبدو انه فينا نستعمل نفس الليبل بكذا مرة، شغلة شوي غريبة انا برأيي، بس على كل الاحوال موجودة. بركي البوز، بركي انه اذا بنغير عنصر تاني ساعتها بيغير، مثلا هون يا ريت لو غير بوز مثلا، على كل الاحوال ما بعرف. تاني واحد دايما عم يعملو ترانكيتد ولا لا، هذا بس واحد كان كمان ترانكيتد، وان ما بعرف شو قصده ترانكيتد، كمان ما بعرف شو قصده بالترانكيتد، هون مش ترانكيتد اتنيناتو. طيب ما في مشكلة، فإذا هاي خلصنا من مهمة. المهمة التانية هي حقيقة بدنا نحولها الباسكال فورمات، في عنا كذا فورمات بس انه باسكال انا لقيته جيد. هون كنت اللي بيحب يتابع كتير توتوريالز، في كتير اشياء مفيدين على التوتوريالات وهيك حكي الاحوال. نرجع ل راكون تاعنا او الحقيقة رو داتا سات، مثل ما قلنا في عنا هيدا بيحول من هون. بصراحة معجق كتير وانا ما عرفت استعمله، لقيته هيك شوي ما بعرف، لانه في بقلب ليه بالاخص انه بيستعمل هو على داتا سيت معينة اسمها VOC 2012، جربت اعملها داونلود ما بعرف مسكر السيرفر تاعه، ما بعرف شو القصة ما بعرف. وهون داتا دايركتوري هي بدك تنزل الكيت، بدك تنزل الكيت، هيدي هي بدك تعملها داونلود، وهون بدك تحدد السنة، في سنة 2007 عملوا، في سنة 2012 عملوا، في شيء اسمه ميرجد، فهذا بيكون واحد من ثلاث احتمالات فيك تفوتها. وهون بتحط انت الريكورد تاعك شو بده يكون، هي نحن معودين على TF دوت ريكورد، بس هون عم بيحط دوت ريكورد، انا اعتبرها هي منها مشكلة. ف
فهم بيقول لك انت ما بدك تسجله بالاخر يعني. فبصراحة معجق يعني. في واحد صاحب خير، هذا الزلمة اللي عامل الراكون، عامل هذا هو اسمه داتي تران، وعامل شيء حلو، ولكن ما بيحول دغري من باسكال لتي اف ريكورد، بل بيحول من باسكال لسي اس في، يعني من اكس ام ال اللي هو باسكال لسي اس في، وبعدين من السي اس في بواسطة هالكود اللي عامله هو بيحول من السي اس في لل لل ل شو اسمه لريكورد احنا هدفنا نوصل لتي اف ريكورد. مش حاعطي عن تي اف ريكورد معلومات، في توتوريال قريت عنه وشوي مفيد. طيب، فهذا الكود مثل ما هو يا جماعة، بتعمله كوبي بيست وبتصير بتحطه عندك. لعله هون هي هذا اهم شيء انا هلا عم بحكي، انه هذا جنريت شو اسمه، عندك بروسيس يوتيوب ما لي علاقة فيه، بس هيدا هني هول اثنين XML to CSV و Generate TF Record. فهيدا نشوفهم فعليا بالكود هون. خلينا نفتحهم، بركي بدي احطهم بمحل تاني انا. هلا نشوف كيف بدنا نستعملهم، بس بفتكر واحد منهم منيح يكون لما بده يطلعوا على الفايل تي اف ريكورد، بركي فينا نطلعه نكبه السكريبت بنفس المحل. هلا السكريبت فينا نقلعه، هو دليلنا كيف نقلعه. مثلا انا استخدمتهم كالتالي، هيدي ما لنا شغل فيها هون. بايثون مودلز، هيدي اللي كنت عم جرب استعمله قبل، في او سي ما بعرف شو، قلت لكم بلاها لانه في كتير بارامترز انا بدك تفوت جوات بدك تفوت جواتها يعني لحتى تقدر تغير فيها وكذا وهيك، وشغله لبكه. فمشان هيك انا رجعت اخذت اللي عامله صديقنا اللي اشتغل على الراكون، بايثون جنريت اف ريكورد. اي فاذا كنت انا هون، هذا هو ضروري تقول بايثون لانه هو هذا هو فعليا. هلا هون بدك تفوت اسم ال سي اس في، انت راح تعمله هو لحاله حيعمله جنريشن بالحقيقه، بس بدك تسميه الاسم المناسب، فيك تسميه ترين ليبلز او شيء هيك. هو شو بيرجع بيكتب، يعني بيرجع بيكتب المعلومات تبع الاكس ام ال بيحطهم بسي اس في فايل. اوتبوت باث، هو هون بدك تحدد ال، لا مش هيدا، هذا هون بياخد ال بياخد السي اس في بيحوله لريكورد، بس نحن بدنا شيء قبل ما نعمله، بياخد جنريتي اف ريكورد لا، جنريتي اف ريكورد لا، جنريتي اف ريكورد لا 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 لا. اذا لازم نقلعه هيداك، خلينا نشوف وين بدنا نقلعه. بس انا بعدين محتار وين بدي احطهم، ف تعال نحطهم هون بالانوتيشنز، هيك شغلنا نحن جواتها. انه هن هاي لزيتهم، هن فايلين خلص تصرف فيهم، ما بدك تحمل معك يعني ريبوزيتوري وتقعد تتلبك فيها ما بعرف شو، خلص فايلين. فانا ما انبسطت بقصه تحويل السي اس بي بصراحه، بس هات نحولها ونشوف شو بيطلع معنا. فاذا نحن ببايثون بروجكتس تنسور فلو انوتيشنز، ما بدي اروح انا، بدي اروح لهون. فإذا حنعمل بالأول XML to CSV، هو بدنا نفتحه. ما بعرف أنا بشوفه إنه طيب، نلقي نظرة شوي صغيرة على الكود.
هون فعليا هو عم ياخدهم من ال XML فايل اللي هو شاطر الشاب يعني. هون حدد اسمه انت كيف بدك اياه يعني. فوت شوي عليه على هيدا الزيت، واذا بتعمله ران من هون او اذا بتكتب اسمه برا لحاله حيشتغل يعني، لانه بكل بساطة هو حيقلع الفانكشن، هو سماها مين دف مين حيعملها بالاخر، بس يمشي الحال لك successfully converted XML CSV. بس بدنا نحدد اسم الفايل. فاذا نحن هون عم نقول get current working directory بعدين annotation، بدنا ننتبه له. فاذا هيدي بحسب ما هو ال image path، قصدنا بال image path هي ال ايه، بس انا هيدا في عنده هون function اسمها XML CSV هي هون exactly. فهون حسب ما هو الكود معمول لازم يكون السكريبت قاعد برا، برات الانوتيشنز مش جوا يعني. هيدا لازم يكون قاعد هون. ف وهكذا نفتحه من هون. اوكي باي تشارم كتير شاطر. فاذا هيدا نقلعه حتى نقلعه، يلا هيدا نقلعه. حيكبل لي، حيعمل لي فايل جديد اسمه باسكال ليبلز، حيحطه هلا هو عم بده يحطه. انا خليني امحي هيدا اتاكد انه انا كنت عامل واحد لانه حتى ترين دوت ريكورد بلا. يلا انا بس عم ورجيكم يعني كيف هيدا اذا حدا اوبس هذا بده الكود. بركي اذا شي مرة بحطهم على الجيت هاب، اذا ما حطيتهم ساعتها انتون اعملوا امبورت واعملوهم كلهم سوا. شو عم بعمل انا؟ عم اقلع بروسيس يوتيوب؟ شو عم بعمل؟ فاذا نحنا بالتنسر فلو انوتيشنز تنسر فلو يلا هات نفتحه. نحنا الكود تاعنا يا جماعة، الكود تاعنا برا قاعد مش جوا، اسمه XML CSV. فإذا يعني هنا كلياتهم صورتين ثلاثة بحطهم بي سي اس في فايل. هلا انا مهتم انا وياكم هلا شوفوا اذا عن جد بينقل كل المعلومات ولا لا. انا ما بعرف بستبعد، قريته لحالي قبل شوي قبل. هي باسكال ليبلز سمين، حسيت انه ما نقل كل المعلومات. حتى نلقي نظرة سوا على الموضوع. فأنا بتأمل إنه حدا منكم إذا حدا عنده وقت فراغ مثلا وهيك إنه شوف كيف في كيف يكون كيف يساعد يعني بهالمواضيع هاي. مثلا انا عندي وقت فراغ ساعتها بحس انه بقدر اني، اتمنى انتو كمان تعملوا شي تفيدوا فيه امتكم ومجتمعكم حتى نكون جديرين بهالحياة الصعبة.
حتى ما يجوا يعني حتى ما يجوا ناس ما بيفهموا يقعدوا يتحكموا فينا بالآخر بدعوى إنه هن يعني ياكلونا راسنا. يعني أنا ما منيحة، ما منيحة بحقنا. إنه في ناس ميتين الإرادة. جوهر الصراع الحقيقي هو صراع إرادي الدرجة الأولى على كل الأحوال. حتى كيف ما كان أكيد مختصر معلومات كتير، هو ما ناقل كل شيء. مثلا difficult و truncate و هذا أكيد مش ناقلهم، بس هو عامل rectangulate وهيك. ف بالكاد يعني، وإذا في شغلة مكررة هلا هون ما بعرف شو قصده. ما بعرف قديش هاي شغلة منيحة إنه يكون هيدي هي ذاتها صارت بالحساب. هاي بوزيبل هايت هو للرسمة، وهيدا فهيدي ما بعرف قديش شغلة منيحة. نفس الرسمة يكون عندها نفس الأوبجكت بمكانين، ما بعرف قديش شغلة منيحة. هلا هون هيدي منيحة، منا عاطلة، لأنه نفس الرسمة عندها أوبجكتين بس كل واحد عنده ليبل خاص. فأنا ما كنت كتير بحب هاي، بس على كل الأحوال مجرد فكرة. بس أنا عمر هلا نشوف كيف بدنا نحول هذا ال CSV ل هات نفتحه. لا بدنا نحول هذا CSV ل TF record. طبعا الأفضل أتمنى حدا منكم إنه يحول دغري من XML باسكال ل TF record، بيكون أفضل. وإذا بيقدر يحافظ على المعلومات إذا كان لها أهمية كمان أفضل وأفضل. طيب كلكم بدي ورجيكم الإمبورت، بركي حدا بده يكتب الكود أو شي هيك، إذا أنا ما حطيته بعدين على الجيت هاب. فهذا هو الكود، بيستعمل أشياء حتى أوردر ديكت هذي ما بيستخدمه فعليا. الفلاجز هو بس لحتى هون، هيدي انا زبطت شوي كم شغله عليه بعتقد، بس حتى tf.compat.v1 لانه انا هون التنسر فلو اللي عم استعمل تنسر فلو 2. يعني هو الجديد 2.3 2.4 ما بعرف، فمشان هيك لازم بده compat.v1 لحتى اعرف اشتغل عليه. هول بالنسبه للليبلات. هلا هون اذا الليبلات انتم هون ما بتحطوهم كلهم، على الارجح يرمي ايرور. ف بدنا نحط الكاروت وبدنا نحط اليالو بابر. وكل واحد لازم نعطيه مثل رقم لألو. يعني هو هيك بيشتغل التي اف ريكورد والله اعلم. يالو بابر بالنسبة للسبلت ما بعرف شو بدنا فيها. كريت اف اكزامبل شو بدنا فيها UTF-8 شو بدنا فيهم. بالنسبة وين بدو يحط الفايل بالآخر، created format، بعتقد بحطه بنفس المكان اللي هو موجود فيه. هيدا كيف بدنا نقلعه؟ هيدا بدنا نقلعه. هو بده ياخد اسم ال CSV فايل أكيد. فبدنا نبلعه بالترمينال مثلا، او حتى ممكن ما بعرف ممكن واحد هون يقلعه، بس يقلعه بشكل انه يبلعه الارجيومنت، بس ما بعرف كيف بيقلعه بصراحة. هون read csv flags csv input هو موجود بالفلاجز. وينو هون path to csv define string csv input
يعني بدنا نفوت له بهالاسلوب هذا، بهول الفلاجز الدوت فلاجز، يعني هول الفلاجات. فبدنا نعطيه، بدنا نعطيه السيزيو، بدنا نعطيه الاوتبوت باث كمان، يعني هيدا وهيدا. بالنسبة للإيمج دايركتوري كمان فينا نعطيه على ما يبدو، بس أنا ما أعطيته إياه. فحيحطه حيحطه محل ما لازم يحطه. هلا هون عادة بيحطوه بشي اسمه داتا دوت هيدا، بركب ما بعرف، بركب بحطه كمان أنا بداتا. ما عندنا داتا هون، طب ايش عم نعمل؟ من هيك يكون عندنا الانوتيشنز وبس. بس انا بدي اخد ال CSV فايل، مش مشكلة فينا نبلعه اياه. خلينا هون نعمل داتا مثلا، اللي هو الكوكو API والمودلز والبروتوك والورك سبيس، هو الاشياء العلاقه ب بال... اذا واحد يعمل بالتنسر فلو ما لنا علاقه فيها. هنا هو الاربع في اربع فولدرات، كنت عم بلحق توتوريال بس رجعت وقفت كرمال عمليه التي اف ريكورد فايل. بقى يا جماعه بدنا نقول له تقريبا مثل هالكود هذا، فين نحطه بال ده ليش بدي له داتا؟ له annotations، ما هو هيك موجود بال annotations. وال output path test dot record خلص كبه برا، الداتا مش هعوزه على ما يبدو. طيب it's okay. بقى لنشوف CSV input رح يكون موجود بال annotations. annotations وهذا ال output حيكون train.record، بس انا وين انا موجود بال tensor flow، ال file من generate of record موجود بال tensor flow. لا موجود، انا وين موجود هون كمان generate of record، ما بعرف مش احسن نحطه برا. خلينا نسيفو. هلا اذا واحد بيغير الليبلات بايده ما بعرف قديش الشغلة منيحة، يعني هون لازم الكلاس تتغير هيدا الفانكشن اذا واحد بده يعمل شي حتى ياخدها اوتوماتيك، ما هي موجودة اصلا من السي اس في، ليش بنضطر الواحد يحطها بايده؟ على كل الاحوال كل احوال هتا خليني اسكره هون و انقله وحطه ورا مثل ما كان هون قاعد. طيب او هات اذا بدكم نقلعه لانه هو موجود الباسكال سي اس في قاعد جوا، شيك بلا انا هيك بتذكر هي بالانوتيشن قاعد. اوبس حطيته برا انا. ال ال الايمج الصور موجودين بالانوتيشن بس الباسكال سي اس في قاعد برا، فبما انه قاعد برا خليه برا ومنقول له سوي لنا. فإذا على هيدا ما بيأثر هالإرور كرمال كود ارت. أنا ما عندي جي بي يو، هيدا جي بي يو بده انفيديا جرافيك بروسيسنج يونت، أنا عندي انتل، فما منو مش خارج واحد يعمل عليه كتير تريننج طويل وهيك.
نصت في ايرور صار، نصت في فايل دايركتوري اندكس دوت جي باج. اذا هو مفروض كان عم بفتش عليهم. فاذا ليش هو ما لقاه؟ بعتقد بده ايانا نحطه بنفس المحل، لازم هيدا نكبه هيدا السكريبت بنفس المحل الموجود فيه الصور، بعتقد هيك. اوكي، فحنقله هو والسي اس في، حنقل الفايل هو والسي اس في، حطهم بنفس المحل اللي فيه الصور اللي هن images يمكن. طيب فاذا هيدا السي اس في اثنيناتهم رح حطهم بال images حتى هو ينبسط هلا ويشوفهم انه والله قاعدين معهم. فاذا حنقول له هون cd images باسكال وترين ريكورد تنشوف. هو لما يمكن معه حق لانه بال تي اف ريكورد كمان بياخد الصورة بحد ذاتها، الله اعلم. هلا احلى شي واحد هو يعتمد تايب نون انت لونج. اوكي، فاذا في تايب ما عجبه، مع انه انا فوتت له الكارت وفوتت له ال سايد باكجز داتا سيت يوتيلز هنس كذا اوبجكت ديتكشن يوتيلز داتا سيت. بلاتفورم اب ان ران نشوف. بيقول لك generate line 101. طيب هيدا نقلعه، احنا حطيناه بال images بالاخر. اوكي، بعد ال 101 عنا دوت بلاتفورم اب دوت باي، بيرجع بيقول لك ابس، بيرجع بيقول لك جنريت كرييت جروب باث اللاين 92، اللاين 92 بهاي، بيرجع بالكرييت بيروح على لاين 81 ان كرييت اف اكزامبل بهاي. صحيح، مرق معي هالايرور قبل مرة، وكان سببه كان سببه هون هول اف رو ليبل رو ليبل، مش هيك؟ انا حطيت اثنين يولو بيبر مش بيبر. يعني عنده حق. ايه بس فبدنا نحطه، هذه هي الفكرة، يعني نحطه هالسكريبت بنفس المحل اللي فيه الصور وان شاء الله يمشي الحال. مش الحال successfully created the اف ريكورد. فاذا هلا هو حطه بالمكان الصحيح. هي ترين كل العملية، كل القصة تاعتنا كرمال نحصل على هذا. بالنسبة للانوتيشنز والله ليكو، بما انه يعني بما انه الانوتيشنز بالاكسام ال سي اس في مثلا، هذا يعني ما بعرف كيف نسينا نرتبها، بس انه خلينا بس نفتح الاكسام ال سي اس في، بس خلينا نرتب الموضوع. احنا اتفقنا انه اكسام ال سي اس في دغري قلعناه من هون، و مظبوط، وانوتيشناته بيكونوا هيك. فمبدئيا اذا واحد بيشتغل هيك بهالتصميم هيدا بيمشي الحال. خلي السكريبتين بنفس الفايل، صورك خليهم هون، اعمل انوتيشنز فولدر
وبس قلع الأول وقلع التاني وخلصت القصة. بالنسبة كي إذا واحد بده يقرأ هذا الفايل ريكورد، هلا هي القصة شوي لبكة، ما عندي كتير، بس أنا أتقدم، بس أنا أحتاج إن شاء الله نخبركم بالأشياء الجديدة. يعطيكم العافية بالتوفيق، وإن شاء الله أمتنا تتقدم وتزدهر، والفاشلين والكسولين ما لنا شغل معهم. وتحيا مقاومة أنفسكم لشرورها.